الله يعطيكم الصحة والله يا جمهور جميل جدا. إذا من هذا المنبر أنا واحد الرسالة أنا صورت هذا الجمهور وصفته لما مثلا بقى معايا مثلا شد معايا الوضوء لابس لك حالة الجن. إذا بكل صراحة أنا فرحان أنه أنا في هذه المدينة السعيدة اللي فيها الشرفاء والمثقفون والناس المزيانين في هذه المدينة السعيدة. تصفيقات حارة عليكم أنتوما عليكم أنتوما، ولكن بيني وبينكم بيني وبينكم هذا شوية مسطين أنا من بكري معروف علي هذا الحماق. والله ما بدات يطلع عندي الرئيس ديال الجماعة هنا ويطلع عندي مدير المهرجان، والله ما بدات يطلعوا بجوج هنا هنا هاد الحلاقة مخصهم يطلعوا دابا رئيس الجماعة يطلع عندي هنا ومدير المهرجان يطلع عندي هنا. الله يمن بدا بالله تيطلعوا مع الله. يلا الدراري كلشي سلام يلا عيالات وجال سلام يلا. انا راه مسطي والله تنشوهكم طلعوا عندي هنا تنوريكم يتجمعوا هاد الناس هادو مع ما تشاوتوا طلعوا 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 طلعوا. الله يعطيكم الصحة تصفيقة حارة عليكم والله تا غتشبعوا ضحك اليوم وغتعرفوني راس بيطار انا بلاد احمر. انا والله تا اكبر حمق في العالم. طلع فين هو الرئيس فين هو مدير المهرجان تصفيقات حارة على هاد الحلاقة ما تزوج هادو ها هو. السلام عليكم بخير كلشي معايا كلشي 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 معايا اسي الله يجزيكم بخير الجمهور الكريم بكل صراحة بكل تواضع الفضل كامل كيرجع لهاد الناس اللي لقاونا بكم وتلاقينا يعني باش تلاقينا نشوفوا حبابنا وخوتنا ونتلاقاو كفنانا نشوفوا الجمهور. الله يجزيكم بخير واخد تصفيقة حارة بالخوات ديالها تصفيقة حارة. شكرا بزاف شكرا سيد رئيس شكرا سيد مدير المهرجان. تعال نعاود لك واحد القصه تعال 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 تعال. لا لا والله تجيب الله والله هاي 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 واحد القضيه اللي خصني نقول لكم. هاد عادل كلكم كتعرفوا هاد عادل غادي وكيطوال بحال مصوب المخزن ما فهمتش هاد عادل مالو. انا واحد رئيس الجماعه في واحد القنت هنا في واحد الجناب هنا في واحد البلاصه ماشي في عبده ولا في دكوره عندنا عندو طوموبيله استافيض وحده ديال الموجه وحده استافيض وحده ديال الموز قالوا اش غندير اش غندير ماتوا في ديك الحومه شي 8 الناس. قالوا كيفاش 8 الناس ماتوا في دقه وحده وكاين عصافيض وحده كي غندير ولا باش نزلو عيطوا 8 واسيد الرئيس الله يرحم الوالدين. انا عارف عندكم الصافيضات بزاف رانا عارف الله يعطيكم الصحه راكم صورتوا لهم بالروس بزاف. سير بحالك اخويا الله يرحمه سير بحالك سيدي دير بحالك دابا داك رئيس الجماعه مسكين عنده استافيض وحده وناس 8 الناس ماتوا واحد اللي عنده الزهر هو اللي كان قريب لدوك الموز قال لهم راه دوز دابا لديك البلاصه راه فيها الموت عبد القادر راه مات ولد الزهره ويلي عبد القادر ولد الزهره مات اه دوز. قال لي راه باقي 7 اخرين قال لي وثانيا الرئيس راه عندي الطوموبيله راني مسخرني الرئيس خصني نمشي نقضي بها الغرض. قال لي اسير السيد قريب لكم سير وزور وهذاك الصافيط كان مسخر الرئيس مسخر ديك الامبولانس عامره دير فيها البنان التفاح البعويد لافوكا كاع داكشي الفروي كامل الزوين ديرو فداك الامبولانس. خصنا نستنى هذاك دارون في واحد البنت وما طرقوا داك السيد اللي مات دارو خشاو ديك في واحد البنيقه مسكين وغاديين فيه ضعف ستار لومبيلونس عندنا في المغرب كتمغرر جا واحد الحفره ويتزت السيد كان عكوما هو الفريق دارها فاق بستافيت دارها كيبان لي البنان والبعويد والتفاح نار الجنه واه الجنه كيسحب راسو للجنه وراه لومبيلونس خاصها رويده من بعد المنبر قال لك حمار امريكاني وبكره امريكانيه وكلب امريكاني عطاهم فيزا قالوا لهم سيروا للمغرب وشوفوا كلاب المغرب وحمير المغرب وبقال المغرب كيف دايرين. اول فيزا امريكيه خدها كلب امريكي قالوا لي هاكا فيزا شهرين سير المغرب وتسارى مع راسك وجيب لنا اخبار كلاب المغرب وداك الشيء. الكلب الامريكاني خد الفيزا جا المغرب كيتسارى برك شهرين احرق الفيزا وصلت واحد العام ويقلبوا عليه في امريكان او امريكان ناقص لا كلب فين هو قالوا سكارة كاين في المغرب كلب هربان عندنا من المغرب من امريكان المغرب اه سير قلبوا عليه. جا المغرب ولقاو فوق في واحد الطارو تاع الزبل هو مسخوط الوالدين وكلبنا وتا يلاه هرب من امريكان تا جا يدير في المغرب وقال لهم ما حسيت براسي كلب تا جيت المغرب غادي يقول يا خور سير غادي يبوطو فيا ودني يا عمرو قراد
انا دابا عاد انا اللي حسيت براسي كلب. واش نتوما دوله امريكا دوله متقدمه وما عندكمش عيب الله حتى زباله؟ تعالوا تشوفوا المغرب احسن شارع فيه 16 البركاسه بخير وعلى خير. زيد شوه زينب زيد صيفطوا البقره. البقره قال لها سيري خذي شهرين بركت لي مسايا عام وبقاو كيقلبوا عليها جا المغرب بقاو تيديروا راسها واحد النادر تاع تفن وتاكل في الزرع تاسدي لي الصقعه يلا الامريكان. قالت لي ما حسيت براسي بقره تجي المغرب غدا وكنت تحلب غدا ونتحلب والصباح بغيت عا شهاده السكنه حلبوني على طواليه يا مسخوت الوالدين شوهتي بينا زيدي بغيت البوكو حمروني يلا بحالك. قالت لي نتوما الامريكان دوله متقدمه وما قدروش تصوبوا لنا الريح والحيوان ما قدرتوش تصوبوا لنا واحد لاباراي اللي نبقاو نتحلبوا ديما كنتحلبوا عبر الوقت ماشي معقول. وصيفطوا على الحمار حشاكم عزكم الله حمار كيبقى حمار مسخوط الحمار قال لي خذ فيزا ديال شهرين برك خمس سنين الحمار ما بغاش يمشي. قلبوا عليه في المغرب كيقلبوا قال اش غنديروا زكا واقيلا كاين واحد البلاصه مشاو للبرلمان بوح حلوا الباب بقاو دير رجل فوق رجل شاد السيجار وانا اللي شدو هنا قال لي نحمد الله ما حسيت براسي الحمار رجعت خوتي شكرا. بيت واحد بليف واحد